كسور الرطفة عند الأطفال. صابونة الركبة أو الرطفة هي أكبر عظم سمسماني في الجسم، تقع أمام الركبة وتؤدي العديد من الوظائف المهمة، فهي تربط العضلات الموجودة في الجزء الأمامي من الفخذ بالساق، حيث ترتبط العضلة مربعة الرؤوس الفخذية والوتر الرطفي بالرطفة، مما يسمح بسن الركبة وبسطها، كما تحمي الرطفة مفصل الركبة من الصدمات المباشرة. يبدأ تعظم الرطفة عادة في سن السادسة ويستمر حتى العقد الثاني. كسور الرطفة عند الأطفال نادرة نسبيا. عادة ما تؤدي الكسور العظمية الناتجة عن رض مباشر إلى كسور عمودية أو عرضية، تماما كما يحدث عند البالغين، ويتم علاجها على غرار كسور الرطفة عند البالغين. لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو في القناة بعنوان كسر صابونة الركبة عند البالغين، كسر الضاغصة أو كسر الرطفة. الكسور غير المباشرة تحدث نتيجة لانقباض قوي في العضلة مربعة الرؤوس الفخذية، كما يحدث عند القفز على الترامبولين مثلا. وعند المرضى غير الناضجين هيكليا تؤدي عموما إلى انقلاع في غلاف الرطفة، حيث يتم تمزق جزء عظمي صغير وغطاء من السمحاق والغضروف عن الرطفة العظمية. أكثر من نصف كسور الرطفة عند المرضى غير الناضجين هيكليا هي كسور في غلاف الرطفة، أو ما يسمى كسور الكم الرطفي. هذا النوع من الكسور هو الأكثر شيوعا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عام، ومن المرجح أن يحدث خلال فترة المراهقة عندما لا يزال الجزء العظمي من الرطفة قيد التشكل. يعاني الطفل من تورم حاد في الركبة، وعدم القدرة على تحميل الوزن، وألم في الرطفة، وعدم القدرة على بسط الركبة بالكامل دون ألم بعد الصدمة غير المباشرة. يتم التشخيص باستخدام الأشعة السينية البسيطة للركبة. يحتاج الطبيب إلى درجة عالية من الشك لتشخيص هذه الإصابة. قد يفوت التشخيص لأن الجزء العظمي البسيط لا يمكن تمييزه بسهولة في الأشعة السينية. تظهر الأشعة السينية الجانبية للركبة رطفة عالية وظلال لقطع صغيرة في العظم عند قطب الرطفة السفلي. على الرغم من أن جزءا عظميا صغيرا فقط يرى في كسور غلاف الرطفة، إلا أنه يوجد مكون غضروفي كبير، مما يجعل هذه الإصابة مهمة على الرغم من منظرها الشعاعي البسيط. قد يكون التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية مفيدا لتحديد كسر الغلاف عندما لا يكون تشخيص السريري والشعاعي واضح. إن تأكيد تشخيص كسر غلاف الرطفة أمر بالغ الأهمية، لأن الفشل في التشخيص سيؤدي إلى استمرار نمو الأنسجة المكونة للعظم المتبدلة، مما يؤدي إلى تشكيل العظم بغير مكانه الطبيعي وعقابيل دائمة مثل عدم ثباتية الركبة، تحدد البسط، وضمور العضلة مربعة الرؤوس وضعفها. علاج كسر غلاف الرطفة جراحي بالأساس، ويجب أن يكون سريعاً لمنع حدوث المضاعفات التي تم ذكرها. العملية عبارة عن رد مفتوح وتثبيت الرد بخيوط تثبيت داخل العظم قابلة للتحلل، أو براغي، أو أسياخ كيرشنر وأسلاك سيركلاج. بعد الجراحة سيتم تثبيت الركبة باستخدام اسطوانة من الجبس تمتد من المغبن إلى الكاحل، بحيث تنتهي بالقرب من الكعب بوضعية البسط لمدة 2-3 أسابيع. في حالات نادرة وعندما يكون التبدل أقل من 2 ملم، فإن العلاج المحافظ باستخدام جبيرة ديناميكية للركبة في وضعية البسط ثم سنيها تدريجيا على مدار 6 أسابيع سيكون كافيا. بشكل عام يكون الإنذار جيدا إلى ممتازا فيما يتعلق بالوظيفة والنشاط عندما يتم التشخيص باكرا ويتم إجراء العلاج الجراحي السريع.